عشان كذا الحين تلقى المرضى في المستشفى يروحون، يروح يدور له واحد يقرأ عليه، صح؟ والمهموم يدور له واحد يدعي له. طيب الله طلب منك؟ لا، الله طلب منك شرطين كلها فيك، ليش تروح؟ فقال إبليس: ما دامك مضطر غصب علي، ما بخليك تدعو، أبخليك تجيب واحد يدعو ما هو مضطر. فصار عندنا مضطر ما يدعو يدور غيره، وعندنا واحد يدعو ما هو مضطر. وتأجلت مواضيعنا كلها، وتأجل كشف السوء عنا. تلقى حتى والله يا جماعة وهو يقرأ على مريضة وهو بالها الحين، رد الشيخ ولا ما رد الشيخ اللي بيقرأ؟ لقيت أحد ولا ما لقيت أحد؟ الله ما طلب منك. قال: أما يجيب المضطر، ما قال إذا جاب أحد يبغاك أنت أبو قلب محروق، يبغاك أنت اللي ما تنوم من الهم، يبغاك أنت اللي راكب سيارتك وتفكر في خطاياك، يبغاك أنت تروح توقف في ساعة من ليل ونهار ثم تسجد ومع ودك ترفع وتقول يا رب. حبيبي قل يا رب عندي وعندي وعندي، لا تقولها لحد.